اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم مرايا مصطفى. النهارده مع بعض هنعمل عرق فليتو، والعرق بتاعي النهارده مش كبير، عرق حوالي كيلو بتاع ذبيحه صغيره. طبعا الجزار كمان عملهولي بالخيط زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. اول حاجه فيه هتبله تتبيله كده تديله طعم وريحه حلوه قوي. هتبله بالفلفل الاسود والحبهان البودر والملح. دي كده التتبيله بتاعتي. هرش عليه الفلفل والحبهان والملح كويس قوي، واغلفه كله والبهارات بتاعتي. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من الحبهان مع الملح بتاعي. بالشكل ده، شايفين الحركه دي؟ دي كل ده، الحركة دي هتاخد كل اللي في الصينية. بالشكل ده كده تغلف كله بالتوابل بتاعتي. تقدري تفتحيه بالسكينة فتحات وتحشيه توم. انا ما بحبش احشيه توم خالص، فتقدري تحشيه توم بالسكينة، تفتحي الفتحات وتحشيه فصوص توم سليمة. الشكل ده تمام. بعد كده هجيب صينية بتاعتي اللي هعمل فيها، دف فيها كده معلقتين كبار من الزيت واسخنهم قوي، عايزاهم يكونوا سخنين عشان ياخد الصدمة بتاعته، وعايزة ياخد الصدمة بلون. علشان كمان ما ينزلش مية ويبوظ مني ويبقى ناشف. شايفين كده بياخد الصدمة بتاعته باللون اللي انتوا شايفينه الجميل ده. عايزة اخد من كل الجهات اهو، شايفين يعني على الجمال، والريحة بتاعته كمان في منتهى الروعة، وكمان طعمه بيكون بجد حكاية. شايفين اللون ده المطلوب. بعد كده هنزل بصله كبيره كده مقطعاها زي ما انتم شايفين، مع ورق لورا مع جزر ومعايا كمان كرفس وكرات. بالشكل ده طبعا هضيف عليه كمان شويه من الميه، نص كوبايه كده من الميه المغليه. تقدري تغطيه وتسويه وهو كده على البوتاجاز. انا هضيف الميه حوالي نص كوبايه، ما تكتريش ميه في المرحله دي. تقدري تغطيه وتسيبيه يتوطي عليه ويستوي على النار على البوتاجاز. انا هغطيه وهدخله فرن البوتاجاز، ياخد وقته وبراحته. طبعا العرق بتاعي صغير مش هياخد وقت طويل، هياخد حوالي ساعة، لو كبير بياخد وقت أطول. ده كده بعد ما طلع من الفرن بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين كمان اللون عامل ازاي. تقدر كمان تسيبيه بقى يبرد خالص في التلاجة لمدة ساعة، بعد كده بتطلعيه وتقطعيه شرايح. أهم حاجة ان هو يبرد كويس قوي عشان ما يتفتتش منك وانت بتقطعيه. كده قطعته شريح زي ما انتوا شايفينه كده، وتقطع معايا كويس عشان سبته برد. بعد كده عملت رز وقدمته مع رز بسمتي بالشكل ده كده وحمرته.